هذا درس الاصحاب. سميرة شوف فينا ناس. انا معاك نشوفك ولا نشوفك. هذا درس الاصحاب القناه. اصحاب كل واحد كيف تح حساب واعمل لكل واحد شو عباد الله. اليوم هذا درس القضاء المغربي. قال الكلمه ديالو. كنت سبق لي كما قلت ان القضاء المغربي كان في امتحان عسير. اليوم القضاء المغربي انصفنا وانصف كل الناس. شكرا للقضاء المغربي. وراه غادي تسال في الحكم. شوف انا نحتاج بها صفك ماشي 100% ولكن تعتبر رد اعتبار لنا احنا كضحايا. واش غادي تستنى في الحكم؟ بيان سور غادي نستنى في الحكم ان شاء الله. كيفاش اختي؟ يعني كيفاش يعني مدة العقوبات؟ شوفي هو اللهم لا شماتة. انا تنشوف ان سنتين سجن النافذة قليلة في حقهم، قليلة في ديك العصابة الإجرامية، قليلة جدا 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 في ديك العصابة الإجرامية. إنما شفات غليلنا، إنما أنه يكفي أنه ما كانش البراءة، يكفي أنه ما خدوش البراءة، أنهم تدانوا في حكم رسمي تنطق به، سنتين، خمس سنين، 10 سنين، المهم أنهم أخذوا حكم، هذا هو المهم عندي أنايا، ما كتهمنيش على ياخذوا 2 سنين، 10 سنين، ما كيهمنيش، المهم أنه تنفذ في حقهم حكم، هذا هو المهم. شكرا. الله يسلمك، شكرا. الله يحفظك.